بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الأعزاء، عشاق الأصالة، محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، يتجدد بكم اللقاء من جديد في استمرارية انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم ضمن معركة سن الإذاعة، سن الإبداع، وشعارات أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة في هذا اليوم التي تتنافس من أجل الفوز والتألق الصباحية مع هذه أيضا الأصايل. يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثامن، يضم نخبة من الأبكار. أسير إلى مقدمة الشوط عبر هذا النقل الحي والمباشر من غارات دبي رسينج وقناة يأس الرياضية والغنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير. أسير إلى مقدمة الشوط وأتابع الصدارة والمقدمة الأولى، وهنا شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يأتي على ظهر اللي هي حشيمة، ويتقدم المتألق الدايم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري يضمرها، بينما القادمة إلى المركز الثاني وتقدمت هذه أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يمطيها طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري، يتغدأ والحميري يتقدم في عملية تضميرها وتدريبها، بينما ننتقل إلى المركز الثالث، وهذه شقرة من هجر الشحانية يقودها في عملية التضمير، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يقودها في خبرة الملية بالتضمير، بينما ناخذ الوصول إلى المركز الرابع، وهذه شواهين، شواهين بشعار هجن الرياسة يقودها المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في المركز الخامس من السياج الخارجي، وهذه الهنوف، الهنوف من هجن الشحارية محمد بن خالد العطية يقودها في عملية التضمير، بينما هملولة تدخلت إلى المركز السادس من هجن الرياسة يقودها علي بن يمي الوهيبي ظافر المضمرين في عملية تضميرها، بينما تدخلت إلى المركز الثامن، هذه شواهين من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يقدمها في التضمير. المركز التاسع عجد القادمة، هذه هي ايضا معذوره من هجر ام الزبار، فاران بن محمد بن قريع المري يقودها في عمليه التضمير، بينما الشاهينيه قادمه الى المركز العاشر بشعار هجل العاصفه امبراطوريه العاصفه، يتقدم غياث الهلالي في عمليه تضميرها وتدريبها. هكذا هي النتيجه، هكذا ندائنا للعشر المراكز الاولى، اسامي قوية حاضرة في هذا المهرجان القوي، مهرجان المرموم لعام 2022 في مدينة دبي. الكل الحاضر من جميع دول مجلس التعاون الخليجي الكبير والإخوة المضمرين مع هذه المؤسسات الشهيرة، الكل يبحث له عن كاس، والكل يبحث له عن بندقية، والكل يبحث له عن ذروة سنام المهرجان السيف، الكل يحضر ويعد العدة إن شاء الله للرموز في هذه الليلة مع هذه الأغطاب القوية. ها هم المضمرين من العيار الثقيل حاضرين في ملتقى المرموم الشهير، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، أعود إلى البداية، ما أقول إلا بس الله يعينكم يا إخواننا المضمرين. الكل متحفز الليلة في معركة الإذاعة، ولكن أعود إلى حشيمة، إلى حشيمة والسلالة الصغانية، السلالة الصغانية تتقدم بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يتقدم المتمرس في عملية التضمير عتيج بن سالم العرطية الحميري من يضمرها، من يتقدم في عملية التضمير، بينما النقلة إلى المركز الثاني، وهذه الآن أفراح 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 لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
المكتوم يتقدم في عملية تدميرها اللي هو طارش بن مبارك بالقوبعة. لله لو نعود لأيام ند الشبة، لو نعود لأيام غوية، لأيام نذكرك فيها يا طارش. شف تجربة طاير على فوق كأنه يبى يعيد ماضي، يتقدم بأفراح في هذه الأفراح الخليجية في هذا الختامية السنوية الكبير، بينما هجنة شحانية مع شقرة ضيفتنا من دولة قطر الشقيق، هذا الشعار الأدعم الكبير. يتقدم هنا جار الله بن محمد بن طالب عقيل يضمرها ويتابعها، بينما هملولة قادمة لهجن الرياسة مع ظافر المضمرين اللي تألق بشوط مفتوح في سن اللقاية. ولكن يا هل ترى الظافر إلى وين الكاس الليلة؟ إلى وين من هذه الأغطاب الغوية وشواهين قادمة من هجن الرياسة؟ الشعار الحمر الخطر يتقدم في عملية التدمير أو التدريب. هنا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما شعار هجر أم الزبار يتقدم على ظهر معذور، لكن ما في عذر يا مضمر معذور. فاران بن محمد بن قريع أهل الشحانية ينتظرون الفوز، بينما تقدمت إلى شواهين من أجل الرياسة. يأتي المجازف ليقدم لنا أيضا شواهين محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، قدمت الآن ووصلت آسيا بشعار هجن أم الزبار يقودها في عملية التدمير والتدريب اللي هو عبد الله بن علي بن سلام المحنك. يصل 1200 عن خط النهاية، 1200 يا مضمرين، 1200 وشواهين غيرت وانطلقت إلى مقدمة الشوط إلى البداية الأولى. ما شاء الله وتبارك الله، أروح يا المجازف روح، بأن جماهير هذا الشعار يتابعونه شعار رئيس الدولة. الله مركز الآن، مركز أبو سعيد، بينما تقدمت وتحركت في هذه اللحظة. هذه شعلة اللي ما يبنى لها طاري، شعلة تقدمت لهجس السلم يضمر الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وتحركت الان وانطلقت اسيا من اجل ام الزبار. عبد الله بن علي بن سلام يضمرها، بينما الشاهنيه قادمه، الشاهنيه هبت العاصفه، هبت الرياح بما تشتهي من السفن. هذه العاصفه تقدمت الان يضمرها غياث الهلالي، ثلاثيه رجل الامتار يصل بالشاهنيه ليجن الرياسه. احمد بن مطر بن مايد الخيالي يضمرها، يا هي من معركة ثلاثية خطيرة. هجن الرياسة، هجن العاصفة، هجن الشحانية، هجن ساح السلم، ولكن المجازف راح إلى الفوز، إلى الانتصار. الله على هذه الإثارة. الشاهنية وشواهين، ولكن شواهين مسيطرة. سلامي لهجن الرياسة، ولكن رجل الأمتار يصل مع اللحظة الأخيرة، اللحظة النهائية. الله الله الله، الشاهنية وشواهين، ولكن تهانينا لهجن الرياسة على العموم، وتهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشاهنية لهجن الرياسة، ثالثا الشاهنية لهجن العاصفة، رابعا شواهين لهجن الرياسة، وخامسا لهجن الشحانية. هكذا مشاهدين الأعزاء النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول شواهين إلى خط نهاية 9 دقائق ثانية، 4 أجزام الثانية. تهانينا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي تألق في تضميرها، بينما الشاهنية وصلت في المركز الثاني ب9 دقائق و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا لرجل الأمتار الأخير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما الشاهنية وصلت في المركز الثالث ب9 دقائق و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، وتهانينا لغياث الهلالي.